بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله اليوم بنكمل دروس تفسير، وعندنا درس اليوم في سورة الحجر من الآية 9 إلى الآية 15، وإن شاء الله في هذه الآيات بندرس فيها بعض صفات القرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم وعقابة أو عقاب الكافرين يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نأخذ الآيات آية آية ثم ننتقل إلى خلاصة الدرس. الآية الأولى يقول الله سبحانه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يخاطب البشر بأنه هو الذي أنزل القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فالله هو الذي أنزله، والله عز وجل هو الذي يحفظه. فربنا بيقول إنا نحن، أي الله سبحانه وتعالى نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي جبريل عليه السلام، وإن الله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن الكريم. يحفظه من إيش؟ يحفظه من التحريف والتبديل والإلغاء في القرآن الكريم أو اللغو في القرآن الكريم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أرسل الله سبحانه وتعالى لكل قوم نبي. على سبيل المثال، أرسل سيدنا موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء، كل قوم كان لهم نبي مخصوص يبلغهم رسالة الله عز وجل ويحذرهم من الكفر والشرك. ومنهم من أنزل الله عليه كتاب سماوي، ومنهم من كان نبيا فقط يبلغ يأمر الناس بالتوحيد. في شيع، المقصود بالشيع هي الأمم والأتباع والأقوام السابقة. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، زي ما قلنا وقلنا فيما قبل، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يجتمع جميع الأمم السابقة التي لم تؤمن بالأنبياء، لهم صفة مشتركة بينهم، وهي الاستهزاء والسخرية بالرسل والأنبياء. فإما كانوا يكذبوهم ويقولوا أنهم كاذبون أو سحرة، أو يسخروا منهم ويسخروا من شأنهم، كما فعلوا مع نوح في السفينة، وكما فعلوا مع موسى، وكما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاذب. هذه صفاتهم، وهذا استهزاءهم وسخريتهم بمين؟ بالأنبياء. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذه من السخرية والاستهزاء بالأنبياء، هو موجود ومدخر في قلوب المجرمين على مر العصور، موجود هذه الصفات. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون بالقرآن الكريم وقد خلت، أي مضت طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، يعني انتهى زمنهم وانتهى عصرهم بأن كانوا في عذاب وهلاك وضلال. ولو فتحنا، الله سبحانه وتعالى يعطينا مثال عملي أو مثال لصعوبة إيمانهم بالأنبياء والرسل، كما يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون. يعني ربنا بيقول: لو فتح الله لهم في السماء بابا وجعل لهذا الباب سلما يصعد إليه الإنسان من الأرض إلى السماء، وصعد المشركين أو الكفار المجرمين إلى السماء بأرجلهم وصعدوا إلى السماء وشافوا بأعينهم السماء مفتوحة ووصلوا إلى السماء العليا، لأنكروا ذلك، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني إحنا ما شفنا شيء، أنتوا ضحكتوا علينا، إحنا عيوننا كانت مكفولة، والله ما شفنا شيء ولا طلعنا، بل نحن قوم مسحورون، يعني أنت سحرتونا سحر التخيلي اللي هو سحر العيون، عيوننا كانت مسحورة، فإحنا صعدنا في السماء وشفنا، ما صعدنا للسماء بأرواحنا وأيدينا وأرجلنا، ولكن صعدنا بعيوننا فقط المسحورة، يعني لم نصل إلى السماء بأجسادنا. وهذا كان كفر أو سبب أو شيء مشترك في كفرهم. ندخل معنا للمعاني. الذكر كما قلنا هو القرآن الكريم، وربنا حفظ القرآن الكريم من التبديل والتحريف. نحن مسحورون، يعني يخيل، يعني اللي هو السحر الإيش؟ التخيل اللي درسناه في التوحيد، اللي هو نوع من أنواع السحر، السحر التخيلي.
أهم شيء في درسنا اليوم صفات القرآن الكريم. قلنا صفات القرآن الكريم هو كلام الله الحق، وأنه غير مخلوق، وأن القرآن محفوظ من الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. محفوظ من إيش؟ من التحريف أو التبديل أو التغيير، زي ما حصل في تحريف التوراة وفي الإنجيل. القرآن الكريم لم يحرف، وهو محفوظ من الله سبحانه وتعالى. طبعا عرفنا أن الاستهزاء صفة من صفات الكفار مشتركة بينهم، وأن الله تعالى يريد إهلاك الكافرين وإذلالهم بكفرهم. عندنا سؤال في النشاط عندك، يقول لك حاول إيجاد الصفات المشتركة بين القرآن الكريم والكتب السماوية. طبعا صفات واحدة، القرآن الكريم منزل من عند الله، كذلك الكتب السماوية كلها منزلة من عند الله، نزلت مصدقة للرسل، أيضا نزلت على الرسل، فيها هدي المؤمنين، فيها هدي المؤمنين. طبعا في صفات أخرى مشتركة، أنها تنزل إما عن طريق الوحي زي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق الكلام مباشرة مع الله سبحانه وتعالى من خلف الإيش، زي ما سيدنا موسى كلم الله عز وجل. اليوم إن شاء الله بنكمل الباقي، الوسائل التي تعين الحفظ القرآن الكريم. عندنا وسائل كثيرة، إخلاص والحفظ واختيار وقت الحفظ والتكرار والحفظ اليومي وغيره من الأشياء المعينة. باقي عندك هذا النشاط، هذا واجب حلوه في البيت، تجيب لي أمثلة أو أشياء وردت في لم ترد في الآيات ولكنها صحيحة، وفي آيات لم ترد ولكنها صحيحة وتدل على الآيات وغيره، زي ما تعودنا بنحلها مع بعض في الفصل. هذا واجب أو التقويم، كل واحد فيكم بيحل التقويم في الكتاب عشان يراجعه ويركز عليه. أهم شيء ما تنسوا في درسنا اليوم صفات القرآن الكريم وأهمية الصفات المشتركة بين الكفار أو المجرمين، صفات المجرمين على مر العصور. وفقهم الله.